بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ اليوم بمحاضرة نقول نقدر نقول هي من عنصر من عناصر الانفكشن كنترول، أو هي من أهم الأشياء اللي لازم حنا نكون عارفين كيف آلية العمل بهذه الوحدة اللي هي وحدة التعقيم، كيف تقسيمة وحدة التعقيم أو الـ sterilization service unit، how it's divide two areas minimum two areas. مثلا نعرف كيف ايش البرودكت اللي نستخدمها داخل هذه الوحدة، ايش الستاندرد بريكوشن اللي لازم نتبعها على اساس ان نعمل او dealing with the instrument in correct way. بالبداية احنا عندنا بعض التعاريف المهمة جدا ان احنا نعرفها، زي ما ذكر زميلي رائد وتناول عن بعض التعريف المهمة زي الكلينينج، زي الديسنفكشن، وحنا راح نتناول هنا الاستيرلايزيشن. 3 different definitions، كل واحدة لها مينينج ولها معنى. بالبداية لما نيجي نتكلم عن الكلينينج، الكلينينج ذا فيزيكال removal of debris, blood or body fluids through use of enzymatic detergent. يعني أنا لما أجي أعمل cleaning أو عملية تنظيف للأدوات، أنا أزيح أي foreign material، أي debris، أي blood ممكن إنه يعني يكون لاصق على السيرفيس للأداة أو الريوزابل ميديكال ديفايس، عن طريق أكيد استخدام الإنزيماتيك ديترجنت. الإنزيماتيك ديترجنت هو ديترجنت أو solution يستخدم في عملية التنظيف. نيجي بعدها للديسنفكشن. Disinfection is a process that destroy most pathogenic and non-pathogenic microorganism. هو عملية فعالة، طبعا هي فيها كذا level: high level disinfection, intermediate و low level disinfection، ولكن بشكل عام هي عملية فعالة لقتل الميكروأورجانيزم باستخدام الكيميكال solution. نجي للsterilization. Sterilization is a process that destroy all microorganism including spores. تعتبر أن من أعلى المراحل لقتل المايكرو أورجانيزم اللي هي عملية الستيراليزيشن أو عملية التعقيم، لذلك يتم الاعتماد عليها كآخر ستيب أو آخر خطوة حتى تكون الأدوات safe to use on patient. طيب نيجي للبيولوجيكال انديكيتر والكيميكال انديكيتر. هي من اهم البرودكتس نقدر نقول اللي موجوده في وحده التعقيم لعمل مونيتورينج او لقياس كفاءه جوده التعقيم. فبالتالي مثلا عندنا البيولوجيكال انديكيتر هو فيل او هو ديفايس يحتوي على بكتيريا. هذه البكتيريا من اصعب البكتيريا اللي ممكن انها تقتل في الظروف العاديه او في الظروف الصعبه، فهو حاطينها كتست نقدر نقول او كاكزام لجهاز التعقيم او الاسترلايزر. so it's test the sterilizer machine to know if it's effective. If it's يعني انه يكون operation حقه in correct way، بالتالي البيولوجيكال انديكيتر يعطيني accurate result لعملية التعقيم، هل هي تتم بطريقة صحيحة أم لا. الكيميكال انديكيتر هي زي ما احنا عارفين هو material containing a chemical that change color for from with exposure to heat, steam or unsaturated chemical vapor. يعني عندنا الكيميكال انديكيتر هو عبارة عن strip او شريط فيه line، هذا اللاين يقيس عندي بعض البارامترز اللي تكون موجودة في جهاز التعقيم مثل التمبريتشر، مثل saturated steam وما إلى ذلك. فبالتالي هذا من أهم الأشياء اللي أنا أعتمد عليها أساس إني أعرف إذا جودة جهاز التعقيم عندي جيدة أو لا. فبالتالي عندي هذه الاختبارات جدا مهمة تقيس لي جهاز أو كفاءة جهاز التعقيم أو الكواليتي regarding the sterilizer machine. نجي
لمصطلح الريبروسيسنج. كثير ما نسمع عن مصطلح الريبروسيسنج او ماذا تعني عمليه اعاده معالجه الادوات الجراحيه او الادوات اللي تستخدم في عيادات الاسنان. طيب الريبروسيسنج لازم تمر بعده مراحل، اولا ابتداء من البري كليننج، يعني لازم الادوات ترش عندي بالسولوشن المخصص او بالسبراي المخصص على اساس انها قبل ما تروح لوحده التعقيم على اساس تسهل عمليه التنظيف، تكون عندي الاداه ويت لسهوله عمليه التنظيف، وايضا منع تكون البايوفيلم. البايوفيلم من اهم الاشياء اللي احنا لازم ننتبه لها، لانه تكونها عندما تتكون صعب انها تموت، فبالتالي البري كليننج من اهم الستبس اللي موجوده في الريبروسيسنج اللي لازم نتبعها. بعد ذلك تجي عندي بعد البري كليننج عندنا الكليننج اللي شرحنا عنه، بعدين الديسنفكشن، وبعدين الاستيرالايزيشن، فهذه كلها تسمى ريبروسيسنج. طبعا حنا لما نجي نتعامل مع الأداة نفسها لازم نعرف إيش المانيفاكتشر حقتها، إيش الريبروسيسنج اللي لازم نمشي عليها. في بعض الأدوات مثلا ما تتحمل حرارة، في بعض الأدوات ممكن ما تدخل في ماشين معينة، فبالتالي حنا لازم we should put this in our consideration. طيب عندنا single use item أو الأدوات ذات الاستخدام الواحد، لازم إنه تكون نتبع إنها تكون استخدام واحد فقط، لا يتم إعادة استخدامها مرة أخرى، و it should be discarded. طيب instrument reprocessing cleaning disinfection and sterilization. Care item and equipment are categorized as critical, semi-critical, non-critical, depending on the potential risk of infection association with their intended use. طبعا عندنا لما نحن نقسم الأدوات، أنا كيف أعرف أعمل لها reprocessing؟ طيب أنا لازم أول شيء أعرف هي كيف تستخدم وفي أي موضع تستخدم، عساس أنا أفهم كيف أنا أتعامل معها وأعمل لها reprocessing. فهذا اللي اسمه اللي هو Spaulding Classification. تمام، لو نجي نتعرف على جدول Spaulding Classification ممكن حنا نعرف انها 3 categories جدا واضحة عندنا، اللي هي Non-Critical, Semi-Critical والCritical. Non-Critical just انها الكونتاكت حقها للإنتاكت سكين او السطح الخارجي فقط، يعني مثل زي السماعات الدكتور، مثل جهاز الضغط وما الى ذلك من الاجهزه السطحيه يعني اللي ما تدخل الجسم المريض، فبالتالي هذه تكون يعمل لها low level or intermediate level disinfection بالبرودكتس او الديسنفكتنت المخصصه. نجي اللي هي السيمي كريتيكال اللي هي اللي تستخدم في الميوكس ممبرين اور النون انتاكت سكين، يعني تستخدم في فقط الاغشيه المخاطيه ولكن لا تدخل مجرى الدم، فهذه مثل عندنا المناظير، الاسكيلاب وما الى ذلك من الادوات اللي فقط تلامس لي الميوكس ممبرين، هذه عندنا نستخدم فيها الهاي ليفل ديسانفكشن. اخر شيء عندنا الكريتيكال، والكريتيكال معروف انها تروح على طول تعقيم او استريلايزيشن، وهذه عندي تلامس اللي هو مجرى الدم نفسه، مثل ما يستخدم في الادوات الجراحيه، سيزر، نيدل هولدر وما الى ذلك من الادوات. نجي لبعض هنا النقاط المهمة في الانسترومنت ترانسبورتيشن، وهذه كثير يكون فيها أخطاء، مستيكس، ما فيه مثلا آلية واضحة لعملية نقل الأدوات الملوثة إلى وحدة التعقيم أو ما تسمى بالإس إس يو. بالتالي حنا لازم يكون عندنا وعي واضح لعملية أو نقل عملية نقل الأدوات إلى
وحدة التعقيم طبعا كلها هذه موجودة في الـ MOH guideline how we transport how to apply the transportation contaminated instrument to assess you. بس من أهم النقاط عندي إنه إذا كان فيه قبل ما أنقلها لوحدة التعقيم إذا كان فيه مثلا أي residual من البيشنت نفسه اللي لازم يتم إزالته، لازم نعمل بري كليننج. أكيد طريقة الترانسبورتيشن ما تكون بطريقة عشوائية، لازم تكون ب كونتينر، it should be closed, it should be resistant لأي عوارض، مثلا ما ينكسر، ما يتآكل، لازم يكون مخصص لميديكال يوزج، وأيضا يكون ليك بروف إقفاله بطريقة محكمة، وأيضا لازم يكون في البايو هازارد ليبل. زي ما قلنا الانسترومنت موست كيب موست بي كيبت ويت انتل ريبروسيسنج. هذه طبعا من اهم النقاط اللي في عمليه الترانسبورتيشن وعمليه النقل. طبعا لما اجي انقل ادواتي انا من العياده لوحده التعقيم ما اشيلها بيدي، لازم يكون في كارت او في ترولي لنقل الادوات لوحده التعقيم. زي ما قلنا لازم كونتينر يكون مخصص، يكون مغلق، يكون عليه بايو هازارد ليبل، والادوات لازم تكون عندي ويت. طيب زي ما ذكروا زملائي سابقا، اكيد البيرسونال بروتكتيف اكويبمنت ضروريه جدا. نعرف كيف طريقه الدونينج والدوفينج حقتها، نعرف كيف طريقه استخدامها. زي ما هي مذكور هنا الاس اس يو تكنيشن موست بي تريند ان ذا كوركت دونينج اند دوفينج اوف بي بي ايز. لازم يتم تتم عمليه لبس وازاله البي بي ايز بالطريقه الصحيحه. البي بي ايز عندنا ايش؟ طبعا عندنا الهيفي ديوتي جلافز، عندنا الواتر بروف جاون، الفيس ماسك، الفوت بروتكتر، والفيس شيلد. هذه الفول بي بي ايز. طبعا زي ما كلنا نعرف انه الفول بي بي ايز هذه تستخدم لما نجي ندخل الدي كونتامينيشن اريا او الديرتي اريا اللي نعمل اللي نستقبل فيها الادوات الملوثه ونعمل لها ريبروسيسنج. Full PPE should be worn in the decontamination area زي ما مذكور هنا. Do not touch your face or adjust PPEs with contaminated gloves. أنا لما تكون عندي الجلوفز contaminated أو متسخة ما ألمس أي جزء من أجزاء الرأس أو الجسم بشكل عام، لازم إني أنا أشيلها وأعمل هاند هيجين وأرجع ألبسها من جديد. PPE is removed after completion of the task for which it was indicated and before leaving the decontamination area. أكيد الجلوفز لازم تتغير من area ل area، تمام؟ إذا كان في تير أو إذا كان في شق في الجلوفز نفسه لازم يتغير، وقبل ما ألبس واحد جديد أعمل هاند هيجين. Used PPE should be discarded in the appropriate waste based on the medical waste national regulation. أكيد لازم طريقة التخلص من الـ PPEs بالطريقة الصحيحة accordingly in national regulation. طبعا لازم نحرص على أن تكون السكراب اللي احنا نلبسه يكون نظيف، يكون بس ديتكتد لمنطقه الاس اس يو، ما نطلع فيه او نستخدمه في كذا مكان. فهذه من النقاط المهمه. طيب ثواني فقط. بالنسبة لي اللي هو الدريس كود، SSU technician should wear clean attire, detected shoes, head and face facial hair cover. أكيد زي ما ذكرنا سابقا أن لازم تكون عندي اليونيفورم clean. Detected shoes معناها أن تكون عندي shoes مخصصة لمنطقة مثلا الديرتي وشوز مخصصة لمنطقة الكلين، بحيث أني أنا ما أدخل في نفس الشوز في منطقة الديرتي وأروح لمنطقة الكلين، وهذا جدا خطأ.
طبعا لازم يكون عندنا، ما يكون ما نلبس جولري او مجوهرات، الواتشز هذه كلها ممنوعه، لان ممكن ان تجمع لي عندي اوساخ او مايكرو اورجانيزم، وهذا احنا ما نبيه. احنا نعمل هاند ووش، نلبس بي بي ايز على اساس نمنع كل الاشياء هذه. كمان الاظافر لازم تكون شورت او تكون كلين، فهذه من أهم النقاط اللي المفروض ننتبه لها. طيب نجي من أهم المواضيع للاس اس يو، اللي هو الاس اس يو ديزاين او الانفراستراكشر للاريا نفسها، او كيف طريقة تقسيم وحدة التعقيم عندنا في مركز الأسنان. دنتال اس اس يو انكلود دي كونتامينيشن بريبريشن اند باكجينج and sterilization وsometimes يكون في storage area، فيكون عندي three area: area decontamination أو dirty area، بعد كذا عندنا preparation and packaging and sterilization area، وبعد كذا يجي عندي اللي هو storage area أو sterile storage. The design of the unit must follow the one way workflow direction from dirty to clean area. طبعا احنا هنا نتكلم عن الانسترومنت او عن الادوات، لازم تكون one way workflow، يعني تكون من الديرتي اريا للكلين اريا. بس ان كيس انه كان، اذا انا فحصت الادوات في الكلين اريا ولاحظت انه مثلا فيها ديرت، فيها اوساخ، او فيها ما الى ذلك من الملاحظات، ارجعها للديرتي اريا عن طريق الهاتش ويند. Destination between soiled and clean work area must be maintained. لازم حنا نعرف إنه هذه والله منطقة تكون واضحة، المناطق أو توزيع المناطق أو تقسيمة المناطق تكون واضحة، إنه أنا أعرف إنه هذه dirty area مكتوب label على مثلا الباب نفسه، أو واضح لكل العاملين فيه، فبالتالي ما يكون في لغط، يكون separate ويكون clear separation between the dirty and the clean area. Dental SSU must have physically barrier between the decontamination area وال اللي هي assembly و packaging و sterilization area، أو متسمى بال IAP، أو ممكن تسميها clean area. لازم زي ما قلنا تكون واضحة، تكون مقسمة بشكل واضح. Walls should be constructed of non-particular, non-fiber sheathing material to stand cleaning. طبعا عندنا حنا وحدة التعقيم نفسها لازم عندنا الجدران أو الأرضيات أو حتى الأسقف تكون قابلة للتنظيف، سهلة التنظيف، ما فيها مثلا أي ديكوريشن، ما فيها أي تعرجات، ما فيها أي شيء، يعني ما نبي أي شيء يصعب علينا عملية التنظيف، فتكون واشبل، تكون قابلة للمسح والتنظيف. طبعا الويندوز عندنا not allowed in both area، أو في كل هذه الأريا الويندوز not allowed. The ceiling in the restricted area should be construct of enclosed fixture that hold all pipes and يعني عندنا هنا السقف نفسه لازم يكون مغلق تماما، يعني ما يكون في أي فتحات ممكن إن أتعرض القسم نفسه عندي لأي عوامل خارجية، أي مايكرو أورجانيزم ممكن تكون، أو شيء من الانفراستراكشر نفسه ممكن إنه يأثر لي على الانفايرومنت داخل وحدة التعقيم. The door should be made of durable, smooth and cleanable material. زي ما ذكرت أنا، كل أجزاء وحدة التعقيم لازم تكون قابلة للتنظيف، يعني تكون ملساء بمعنى أنه قابلة للتنظيف. ونفس الشيء عندنا الفلور should be flat and constructed of non-particular, non-fiber sheathing material. نفس الشيء عندنا أنها تكون قابلة للمسح والتنظيف. طيب
طيب عندنا هنا صورة لديزاين لوحدة التعقيم أو Sterilization Service Unit مقسمة بهذه الطريقة. تكون عندي Decontamination Area أو Dirty Area، هنا يكون في عندي Receiving Area، هنا عندي Hand Wash Sink، بعد ذلك يكون عندي اللي هو Double Sink، هذا نعمل فيه Manual Cleaning. بعد ذلك يكون في عندي هاتش ويندو لنقل الادوات من الـ اللي هي الديكونتامينيشن اريا للباكجينج وستيرلايزيشن اريا. تتم في هذه الوحده عمليه اللي هي فحص الادوات، تغليف وضع الادوات في الكونتينر او في البالباوتش. طبعا انت بالاغلب او بقول نسبة كبيرة جدا فقط يتم استعمال البيل باوتش، فبالتالي هنا تتم عملية الباكجينج وعملية التعقيم. وبعض عندنا مراكز الأسنان ممكن يكون فيها ستوريج لحفظ الأدوات المعقمة بكرايتيريا و انفايرمنتال بارامترز محددة. انفايرمنتال كنترول اوف دنتال SSU عندنا لازم يكون في عندنا درجة حرارة معينة، بريشر معين، وهيوميديتي معينة، على أساس إن نحن نحافظ على الأدوات أو عملية الريبروسيسنج بشكل عام، وأيضا نحافظ على سلامة الستاف نفسهم. فبيكون لازم تكون درجة الحرارة بطريقة معينة. عندنا في الديرتي اريا راح تكون عندي من 16 ل 18 سلسيوس، لأنه الديرتي عند اريا ممكن الستاف نفسهم يلبسون فول بي بي ايز، وبالتالي ممكن يتعرضون يعني لحرارة وما إلى ذلك، ممكن تضايقهم. بالتالي لازم يتم خفض درجة الحرارة تكون من 16 ل 18، البريشر نيجاتيف بريشر، وعندي الهيوميديتي من 30 إلى 60. عندي كلين اريا راح تكون عندي من 20 ل 23، البريشر يكون عندي بوزيتيف، والهيوميديتي من 30 ل 60 اكوردنج للام او اتش جايد لاين. وكمان لازم تكون دوكيومنتد، اي شيء عندنا يكون دوكيومنتد وكيبت فور 1 يير از ام او اتش ستاندرد. طيب زي ما تناولنا سابقا انه لما اجي ابدا اتكلم عن عمليه الريبروسيسنج، اكيد انا ببدا بالبري كليننج. So instruments should be kept moist until they are cleaned by using an enzymatic اللي هو البري تريتمنت سبراي. زي ما قلنا ليش؟ عشان نحافظ على الادوات. ليش نحافظ على الادوات ويت؟ على اساس تسهل عندي عمليه التنظيف ونمنع تكون البايوفيلم. It's not recommended to use saline to wipe or moisturize instrument services. أكيد لازم حنا نستخدم برودكت معينة ومخصصة لعملية اللي هو البري كليننج. تمام. Single-use instrument, disposable blades, and body fluid must be disposed accordingly to MOH specification for medical waste and discarded at the point of use. أكيد single-use instruments زي ما ذكرنا سابقا لا يتم إعادة استخدامها، ولازم تترمى في الميديكال ويست اكوردنج للام اتش سبيسيفيكيشن او الناشونال ريجوليشن. ذا كونتينر ذات كونتين اول انسترومنت ان ذا كلينيك موست بي كلوز اند كليرلي ايدنتيفاي وذ ا بايو هازارد ليبل تو ايدنتيفاي ذا ريسك اسوسييتد وذ كارينج ديرتي انسترومنت. زي ما قلنا انه الأدوات اللي تكون ملوثة لازم نعمل لها بري كليننج. معلش أنا أعيد على هالنقاط كذا مرة لأنها جدا مهمة، أني قبل ما أنقل الأدوات للإس إس يو لازم يعمل لها بري كليننج، تنحط عندي في كلوزد أند كلوزد كونتينر ويكون مخصص لهذا الشيء، ونعمل ونضع اللي هو البايو هازارد ليبل. طيب نجي لبعد البري كليننج، النقطة اللي بعدها اللي هي المانوال كليننج. مانوال كليننج is defined as the removal of all visible and non-visible soil and any other foreign material from medical instrument.
هذه اتفقنا عليها. Cleaning must be performed immediately once the instrument are received. ضروري جدا انه بعد ما يتم استخدام هذه الادوات نبدا عمليه البروسيسنج as soon as possible. يعني ما تبقى الادوات عندي كذا ساعه لين ما انا ابدا عمليه البروسيسنج، لا. Once انها تخلص يكون في سكجول معين، يكون في جدول معين انه تجي اول باول لوحده التعقيم. It is important that the water temperature is in the range recommended by the detergent manufacturer for the most effective cleaning range of temperature from 80 to 110. طيب الحين عندنا لما نحن نبدا عمليه المانيوال كليننج نستخدم الانزيماتيك ديترجنت، تمام، يكون مع المويه، يعني سولوشن انزيماتيك ديترجنت with water. لازم احنا نمشي على المانيفاكتشرر الاستراكشر او زي ما نقدر نقول الدليل الارشادي الخاص بالانزيماتيك ديترجنت على اساس احنا نعرف كيف الطريقه، ايش الديليوشن الصحيح اللي انا اضعه، كم كميه المويه، كم كميه الديترجنت على اساس يكون افكتيف. فحنا نوصل للافكتيفنس حقه السولوشن عن طريق اتباع هذه الخطوات على اساس اني انا اكون ماشيه بطريقه صحيحه في عمليه المانيوال كليننج. Use soft or stainless steel bristle brush to clean serration and box lock. Avoid using the stainless steel brush if manufacturer structure not recommended. طبعا احنا نعرف انه في وحدة التعقيم او في decontamination area يكون عندي tool معينة هذه انا استخدمها في عملية المانيوال كليننج، زي مثلا البرش باشكالها المختلفة. بالتالي انا ممكن استفيد من هذا البرش في عملية الكليننج، بس احيانا ممكن ان المانيفاكتشر او الاي اف يوز للادوات نفسها يمنع استخدامها على اساس انها ممكن تكون حساسة للأداة هذه فيمنع استخدام البرش، ولكن البرش بشكل عام هي فعالة في عملية تنظيف الأداة باستخدام اكيد اللي هو السولوشن يكون واتر وانزيماتيك ديترجنت. طيب ممكن نتكلم بشكل بسيط كذا على السينك فيتشرز او الاشتراطات السينك اللي لازم تكون موجوده في قسم او في ديرتي اريا او في ديكونتامينيشن اريا لوحده التعقيم. The sink should be approximately 36 inch from the floor and 8 to 10 inch deep. Deep enough to allow complete immerge of large device and instrument. يعني عندي أنا الاشتراطات السينك لازم أنها تكون ماتش مع الأقام الموجودة على أساس سلامة الممارس الصحي نفسه أو سلامة الستاف اللي يعمل لي reprocessing أنها تكون على ارتفاع 36 من الأرض وتكون ديب، يعني ما تكون سينك عادي، تكون ديب عميقة على أساس أنها تغمر لي الأدوات بطريقة صحيحة، نعمل المانيوال كليننج بطريقة صحيحة. The sink should not be used for hand washing. لازم السينك ما the sink should be detected to manual cleaning for surgical instrument or reusable medical device only. The hand wash sink is different than manual cleaning sink. وهذه نقطة جدا مهمة. طيب cleaning tool and detergent. Cleaning solution must be compatible with the instrument and follow the cleaning product manufacturer for proper dilution, construction, temperature and contact time. هذه أكيد النقاط جدا مهمة أني زي ما ذكرت قبل شوي أني أنا أتبع الـ IFUs في عملية dilution اللي هي solution نفسها اللي أنا راح أستعمله في المانيوال كليننج. The multi-enzymatic detergent should be used which contain protease, lipase and amylase to clean all types of soil for manual cleaning. طبعا enzymatic detergent هو المستخدم في المانيوال كليننج ايش يحتوي عليه؟ lipase، هذا ضروري، lipase وبروتيز واميليز، وهذه تكسر لي البروتين الموجود وجميع الدبريز اللي ممكن تكون موجودة على الأدوات. They should use a transport spray agent which commonly contain an enzymatic detergent with enzymatic germs or germicide detergent to keep the soil moist and loose. زي ما ذكرنا
كذا مرة انه حنا في البري كليننج نستخدم سبراي مخصص، ولازم يكون في انزيماتيك برودكت او نقول انزيماتيك الكومبوننت نفسه، على اساس انه يكون افكتيف وفعال في عملية البري كليننج. هذه بعض الصور عندنا للكليننج تول اند ديتيرجن. عندنا كليننج برش بهذه الطريقة تجي، وعندنا انزيماتيك ديتيرجن يكون في جالون وفي احجام مختلفة واشكال مختلفة، ولكن بالمجمل لازم يكون طابق للاشتراطات الخاصة اول شيء بالاي اف يوز، واكيد الام او اتش ريكومنديشن. طيب عندنا الاريا اللي بعدها الباكجينج اند ستيرلايزيشن اريا، ترانسفير ذا ريوزبل انسترومنت تو ذا باكجينج اريا. بعد ما خلصنا عمليه اللي هو بري كليننج، بعدين راحت عندي وحده الاس اس يو او وحده التعقيم، عملنا لها مانوال كليننج. بعد كذا طبعا تروح عندي بعد طبعا المانوال كليننج، بعد المانيوال كليننج يكون في دراينج للانسترومنت. قبل لازم تكون الادوات عندي ناشفه قبل ما اوديها انا اللي هي الاي اي بي اريا او الكلين اريا. ايش يصير في عندي في الـ في الـ في الباكجينج اريا او في الكلين اريا؟ ريوزبل انسترومنت ريسيف ان ذس اريا must be dried before packaging to prevent microbial growth, reduce spots and allow steam to reach the instrument surface. أكيد أنا عندي هنا في المنطقة عندي أنا أنشف أدواتي، ولكن عملية التنشيف لازم تصير عندي في decontamination area قبل ما أرسلها أنا للكلين area. Instrument can be hand dried using a line لينت فري كلوث. اكيد انا لما اجي انشف الادوات ما انشفها بكلوث وبريه، لا، او إن تسمى بمناشف وبريه، لا، لازم تكون لينت فري كلوث او مناشف غير وبريه، لانه الوبر ممكن انه يعلق في الادوات نفسها وممكن يكون لي مايكرو اورجانيزم. The packaging or the packaging material standard. The type of material used must allow the sterilant to reach the contents of the packaging. The material must provide a good barrier to all type of microorganism. The packaging must be able to be open without contamination. It should withstand normal handling, resistant to tear and puncture, and proof timber or timber proof seal. معنى هذا الكلام إنه أنا لما أجي اختار طريقه الباكجينج للادوات نفسها، على اساس انا لما تدخل لي جهاز التعقيم اكيد لازم تكون ديتكتد او محدده لعمليه التعقيم، تمام؟ نتكلم على البيلباوج، لازم انها تكون allowed to the sterilant to penetrate على الاداه نفسها. معنى هذا الكلام انه لازم تكون مصممه، البيلباوج هذه لازم تكون مصممه انه الستيم يدخل داخل هذه الأدوات ويعمل لي عملية التعقيم. لازم يكون good barrier to all type of microorganism، يعني يكون حاجز منيع لأي تلوث ممكن تتعرض له الأداة نفسها. طبعا أكيد لازم في تكنيك معين يفتح لي البيل باوتش بسهولة وبطريقة معينة، واكيد يكون مقاوم لاي يعني ما ينشق بسرعه، ما مثلا يكون له بنتريشن او سوري يكون يكون ثقوب عندي بسرعه. فبالتالي هذه من اهم الاشتراطات الخاصه ب البيلباتش. طيب نجي للتوبيك اللي هو how can we verify the sterilization process quality. اكيد احنا كل نقطه نتكلم عنها مهمة جدا. أنا لما أجي أعمل عملية التعقيم مثلا، أجي أدخل الأدوات داخل الاسترلايزر أو استرلايزر ماشين، أنا لما أجي مثلا أعمل البيولوجيكال انديكيتر، أحط الكيميكال انديكيتر، هذه كلها أشياء لازم عندي تتوثق ويعمل لها دوكيومنتيشن، تمام؟ بس قبل كذا نتعرف على اللي هي how can we verify the sterilization process quality. عندنا 3 method، عندنا الphysical monitoring، عندنا الchemical monitoring، عندنا البiological monitoring، تمام؟
بالنسبة لي اللي هو الفيزيكال مونيتورينج، نجي نتناول كذا برنت اوت للسترلايزر. معنى هذا الكلام اني انا لما ابي اجي اعمل فيزيكال مونيتورينج لعملية التعقيم اللي انا قمت فيها، اروح لجهاز التعقيم نفسه، بعد ما اضع الادوات في جهاز التعقيم يطلع لي زي البرنت اوت. هذا البرنت اوت يوضح لي السيريلايزيشن تمبرتشر اللي المفروض تكون، هي لازم تكون بهذا النحو، يعني 132 الى 135 ما تتعدى، واكوردنج اكيد للاي اف يوز. فلازم ان تكون السيريلايزيشن تمبرتشر مثلي درجه الحراره المطلوبه عندنا، توضح لي السيريلايزيشن فيسز، كم فيس تم عمل او مرت عليه هذه الاداه او هذه الادوات، استراليزيشن تايم او وقت عمليه التعقيم كم الوقت، ما يقل عن 3 دقائق، من 3 الى 5 دقائق تكون عمليه التعقيم عندي، والسترايزر اوبريتور انيشيال او التوقيع المستلم الادوات او اللي وقع على البرنت اوت وطلع الادوات. فهذه من الاشياء المهمه اللي توضح لي ان عمليه التعقيم تمت بنجاح. اذا كان في مشكله، غالبا اذا كان في مشكله في اي من هذه النقاط، ممكن المشين يطلع ايرور او مشكله. اذا ما كان ما يطلع ايرور، كمان احنا بعد لازم ننتبه لهذه النقاط. هذه ما يسمى بالفيزيكال مونيتورنج. انا اشوف البرنت اوت الاسترلايزر نفسها، و على هذا الأساس أقيمها. نجي اللي هو الكيميكال مونيتورينج، أو إيش البرودكت اللي احنا نستخدمها على أساس إن نعمل كيميكال مونيتورينج. طبعا اللي هو التيب. التيب هو يستخدم في الرابنج، يتغير لونه عندنا من الـ على حسب، هو طبعا التيب، ولكن لازم يتغير من لون للون على اساس يبين انه هو تم عمليه الـ او تمت عمليه البروسيس داخل جهاز التعقيم. في عندنا البودك تيست، اكيد من اهم الاشياء اللي يقيس لي جهاز التعقيم او كفاءه جهاز التعقيم، يقيس خلو الشامبر من الاير. فلازم الاير انا لازم الشامبر او لازم اللي هو حجره التعقيم تكون خاليه من الهواء، على اساس تتم عندي عمليه التعقيم، وعلى اساس يتم ضخ الستيم او البخار داخل حجره التعقيم او داخل الشامبر. كمان عندنا اللي هو الكيميكال انديكيتر بانواعها المختلفه، عندنا تايب 4، تايب 5، تايب 6، واللي هو المعتمد المو اتش تكون تايب 5 و تايب 6. طبعا عندي الكيميكال انديكيتر يقيس لي هو يقيس كذا شيء او يقيس كذا باراميترز، عندنا التايم، التمبريتشر، احيانا المويست، يقيس الساتوريتد ستيم. فاذا كانت كل هذه مت للستاندر، يكون عندي الانك يمشي من الريجكت للاكسبت، ويكون هذا مثلا يكون عندنا باللون الاسود، وبالتالي احنا نعرف ان عمليه التعقيم تمت بطريقه صحيحه. نجي للبيولوجيكال مونيتورينج. البيولوجيكال مونيتورينج عندي هو البيولوجيكال انديكيتر اللي تكلمنا عنه في البداية. البيولوجيكال انديكيتر يكون عندي فيل، أو يكون عندي زي بهذه الطريقة، يكون في عندي بكتيريا داخل هذا الفيل، يدخل داخل اللي هو حجرة التعقيم. طبعا هو متى يعمل؟ طبعا هو ويكلي بس بريفيربل ديلي، وبعد المينتيننس لما يكون في صيانة للجهاز لازم يعمل، وأيضا في حال وجود امبلنت يتم وضعه مع الامبلنت. فهذه هي النقاط اللي لازم يتم وضع فيها البيولوجيكال انديكيتر.
طيب بعد كذا، بعد ما يوضع في اللود وبعد ما يخلص اللي عندنا السايكل نفسها، تتم قراءته عن طريق الانكيوبيتر اللي موجود عندنا هنا. يتم وضعه، أكيد لازم يكون في كنترول. أول شيء يتم وضع الكنترول من نفس العبوة اللي أخذ منها البيولوجيكال انديكيتر اللي وضع داخل الاسترلايزر، يتم وضع الكنترول. وبعد ما يطلع اللي هو البيولوجيكال انديكيتر من الاسترايزر، يتم وضعه بجانب الكنترول وتتم قراءة الريزولت. طبعا هذا من أهم نقدر نقول كواليتي كنترول اللي موجودة في وحدة التعقيم. طيب نيجي تقريبا لآخر موضوع، وهو موضوع اللي هو الدوكيومنتيشن أو التوثيق. توثيق اللي هو العمليات اللي احنا نعملها لقياس كفاءة جهاز التعقيم او قياس بشكل عام العمليات اللي احنا نعملها، لازم يكون فيه توثيق. مثلا انا عملت اللي هو الباوديك تيست، لازم يكون عندي فايل اسجل فيه الباوديك تيست، البيولوجيكال تيست، كمان عندي الانفايرومنتال باراميترز اللي هي درجات الحرارة، درجة الرطوبة، هذه كلها لازم نعمل لها تسجيل. طبعا عندنا the contents of each load should be recorded. الحين لما انا ادخل الادوات الى جهاز التعقيم، لازم يكون عندي the date and time of the sterilizer، لازم نسجل انا كم الادوات اللي عندي مثلا اللي دخلتها، كم عددها، ايش العياده اللي تابعه لها، كم مثلا اذا كان في عندي سايكل نمبر معينه اكتبها، عندي لود نمبر معين اكتبه، التوقيع ايضا الخاص بالشخص المسؤول اللي وضع هذه الادوات. فبالتالي هذه كلها نقاط مهمه لازم اننا نتبعها. طيب نيجي الحين اللي هو الباوتش. زي ما ذكرنا قبل شوي انه الباوتش مهم، او من اشتراطات اختيار اللي هو الباوتش الصحيح، انه يكون اكيد مثل الستاندر، يكون انه هو مخصص لعملية التعقيم. The paper plastic pouch should be used filled and open according to the pouch IFUs, sealed smoothly without fold, bubbles or wrinkles when pouch leave 1 inch after sealing and right on the plastic side. Pouch shelf life is effective by sterilization, storage condition and time. Follow the proper packaging, sealing and visual inspection method of avoiding any defects. Heat sealer should be safety test annually. طيب الحين عندنا لما احنا نجي نتعامل مع البيل باوتش وندخل الأداة في البيل باوتش نفسها، لازم تتم عملية إغلاق البيل باوتش بطريقة صحيحة، ما يكون مثلا بطريقة مائلة، أو مثلا نضع أدوات يعني بعدد كبير والباوتش صغير، او يكون الباوتش مره كبير واحط فيه ايتم مره صغير، بالتالي هذه كلها خطأ. لازم تكون فت، يعني الاداه ما تكون محشوره داخل البيل باوتش، ولا انها تكون ولا يكون البيل باوتش كبير. فليف 1 انش افتر سيلينج، يعني السيلينج حق الباوتش نفسه ممكن نخلي 1 انش، يكون في مساحه بسيطه على اساس ان الاداه ما تكون ممكن انه ينشق البيل باوتش، او إذا كان الباوتش مرة كبير ممكن إن السيزر مثلا يلف على نفسه، وما يكون في أسيبتيك تكنيك صح في حال فتح الأداة يعني. وطبعا لازم إن نختبر الجهاز السيلينج أو اللي يتم فيه إقفال البيل باوتش بطريقة سنوية، على أساس نتأكد إن السيلينج يتم بطريقة صحيحة والإغلاق يتم بطريقة صحيحة. الباكجينج ليبلينج من اهم الاشياء ايضا، ان احنا نعمل ليبلينج للباكج. لازم انه يكون هذا الليبل واضح، الكلام فيه مثلا واضح. لما نجي
كمان نضع الليبل يكون على البلاستيك سايد وليس على البيبر سايد. دائما الليبل او الكتابات تكون على البلاستيك سايد، بس ما تكون مثلا في النص على اساس بعد كذا ما تبين الاداء او يكون في مشكله، لا تكون فوق. يكتب مثلا، يا يكتب اسم الاداء، تكتب اسم العياده او اسم مثلا الدكتور، يكون مثلا ليبل، او اذا كان في سيستم في الليبل يوضع الليبل، بس ما يكون على لا على البيبر، ويكون بطريقه واضحه، يكون في مثلا اللوت نمبر، الاستيرلايزيشن ديت، والانيشال للاوبريتور. طبعا احنا هنا نعتمد في الاستورج بيريود على الايفنت ريليتد، يعني ما عندنا اكسبيريشن، ما عندنا expired date مثلا إذا عقمت ذا اليوم أعطيها مثلا شهر وتنتهي، لا. أنا هنا نعتمد على الـ event related according للـ MOH specification. once إن الأداة تعرضت لشيء معين، مثلا طاحت، جه عليها أتربة، whatever، هذه لا نعمل لها reprocessing. بس once إنها تكون في الـ storage وما تكون تعرضت لأي مشكلة أو أي عارض، تكون safe to use on patient. هذه كانت المحاضرة بطريقة إن شاء الله أنها تكون واضحة بالنسبة لكم، وإن شاء الله أنكم استفدتوا منها.